بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله، نظرت إلى قبر النبي فهابني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال تراب دم نور محمدا، وما بال جهد القبر، وما بال من به، ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. سئل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي فقالت: خلقه القرآن. وسئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أدبه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا عن البخيل فقال: من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا اخوة الايمان الاسلام، نستمع الى بلبل تعجب له العندليب فغردا، وجبريل من فوق السماء يرددا: حماك الله يا خير قارين باعظم التنزيل على قلب الحبيب محمدا. اخوة الايمان والاسلام، ونحن في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم، نسأل الله ان لا يحرمنا اجرها ولا يفتنا بعدها، ويغفر اللهم لنا ولها. نستمع الان الى فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السجا عضو نقابة القراء بالقاهرة، مقيم معروض بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، سائلين الله عز وجل له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، انه ذلك والقادر عليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله.
عليك
الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
والجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة حتى وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صالحا ترضى فتبسم ضائقا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وتفقد الطير
الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا صدق الله العظيم فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ
صدق الله العظيم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من بنبأ يقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم وجدتها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. ألا يسجدوا
ابو العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بكتابي هذا سألقه إليه ثم تولى عنهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قالت يا Yeah.
ثم تولى عنهم
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صدق الله العظيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قالوا نحن
لؤلؤ قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكذلك يفعلون. وإن صدق الله العظيم. فناظرة بما يرجع المرسلون. فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء Oh!
صدق الله النبي. صدق الله النبي. فلما جاء سليمان صدق الله النبي. 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 فلما جاء سليمان فلما جاء فلما جاء سليمان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما خير مما آتاكم. صدق الله العظيم. فلنأتينه بجنود
قال يا أيها الملأ
صدق الله العظيم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها
لا يهتدون.
قالت كأنه أسلم
صدق الله.